بكم مشاهدينا. وضعية جوية استثنائية، ارتفاع جد قياسي في درجات الحرارة لا يزال مستمر بالمناطق الجنوبية، وهذا منذ بداية شهر جوان. درجة حرارة كانت جد قياسية تعدت في أغلب الأحيان الخمسين درجة مئوية على شمال وسط وأقصى الجنوب، أغلب المناطق الجنوبية بدون استثناء. تفاصيل أكثر وتفسير هذه الوضعية الجوية في ظل استمرار تسجيل درجات حرارة جد مرتفعة بالمناطق الجنوبية، استثنائية غير عادية غير فصلية لا تزال تسجل بجنوب البلاد. نربط الآن مباشرة مشاهدينا الاتصال بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، ويلتحق الآن معنا على المباشر رئيس مركز التنبؤات بالديوان الوطني للأرصاد الجوية السيد الويفي عيسى. مساء الخير سيدي. مساء الخير أستاذة. أهلا اهلا سيدي. موجة حر شديدة تجتاح اغلب المناطق الجنوبية للبلاد بدرجات حرارة جد قياسية تعادت 50 درجة مئوية تحت الظل. الى ماذا ترجعون هذه الوضعية الجوية؟ هل هي وضعية جوية عادية ام غير عادية؟ بالاضافة الى ذلك، ما تفسير هذه الوضعية الجوية؟ نعم، اذا كما قلت زميلة، فعلا تشهد المناطق الجنوبية وبعض من مناطق الهضاب العليا الوسطى والوسطى الشرقية ارتفاع في درجة الحرارة، حيث أن الديوان الوطني للأرصاد الجوية أرسل مشاريع خاصة تخص هذه الموجة الحرارية التي شهدتها وتشهدها هذه المناطق طيلة هذه الأيام. ويعود هذا الارتفاع إلى تمركز قبة حرارية، يعني أن هناك مرتفع جوي يسيطر على الصحراء الوسطى والصحراء الجنوبية الغربية، بحيث أن هذا المرتفع سيتحرك تدريجيا ابتداء من مساء اليوم ليتمركز ويشمل مناطق شمال الصحراء والواحات. أيضا سيكون هذا المرتفع محمل بتيارات غربية إلى جنوبية غربية وأحيانا رطبة، هذه الأخيرة التي بدورها تساعد في ارتفاع درجة تحت الظل أو درجة الحرارة المحسوسة. نعم سيد عيسى، فيما يخص يعني قمتم نهار اليوم ظهيرة اليوم بإصدار النشريات، يعني ثلاث نشريات خاصة باللون البرتقالي، وأكدتم على أنها ستكون الأجواء مستمرة، الأجواء الحارة بدرجة حرارة جد قياسية تتعدى عتبة 49 درجة مئوية تحت الظل أقول، ويمكن أن تصل خاصة على منطقة الواحات إلى 50 درجة مئوية تحت الظل. هل ستقومون برفع مستوى التنبيه يعني من الدرجة الثانية باللون البرتقالي إلى الدرجة الثالثة باللون الأحمر خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل أخذ الحيطة والحذر أكثر فيما يخص هذه الوضعية الجوية الاستثنائية؟ نعم بالفعل كما قلت سابقا، لكن حاليا الديوان الوطني للأرصاد الجوية يكتفي بالمستوى البرتقالي لخريطة اليقظة التي تجدونها دائما عبر موقعها الخاص www.meteo.com انتظار آخر تحديثات النماذج، لكن نقول ان هناك احتماليه رفع مستوى التنبيه من المستوى البرتقالي الى الاحمر نظرا للبيانات والمعطيات التي نملكها. اذا اي تحديث يخص مستوى التنبيه سوف تجدونه في خريطه اليقظه على الموقع الرسمي للارصاد الجوي. نعم، يعني يمكن رفع المستوى التنبيه إلى الدرجة الثالثة في حال أنها ارتفعت ليوم غد إلى أو تعدت 50 درجة إن شاء الله ليوم غد بالمناطق الجنوبية. هل تتوقعون بالنسبة يعني خلال الأيام القليلة المقبلة، هل تتوقعون استمرار سيطرة الموجة الحارة والدرجات الحارة القياسية على المناطق الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة، وإلى متى ستدوم؟ وهل كذلك سيد عيسى أنها ستمس المناطق الشمالية خلال الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله؟ نعم، إذا نظرا للبيانات والمعطيات التي نملكها عبر النماذج الرقمية الخاصة للأرصاد الجوية، نستطيع القول أن هذه الموجة الحرية ستبقى على المناطق الجنوبية خلال هذه الأيام القليلة المقبلة، يعني أن التحديثات الأخيرة للنماذج لا زالت تشير إلى أن هذه الموجة الحر لا زالت قائمة ولا يزال تأثيرها على هذه المناطق باقي، وبحيث في الأيام القليلة المقبلة أيضا ستمس المناطق الشمالية وبدرجة حرارة ستكون إن شاء الله قياسية. هل فيما يخص المناطق الشمالية هل ستمسها موجة الحر المتواجدة بجنوب البلاد حاليا؟
ستمسها لكن بدرجات حرارة متفاوتة، ليس في لن تصل إلى 50 درجة كما قلنا في المناطق الجنوبية، ستكون درجات الحرارة تتراوح بين 44 و45 درجة، تخص المناطق جميع المناطق الشمالية. نعم، شكرا لك سيدي على كل هذه التوضيحات فيما يخص الوضعية الجوية المرتقبة بجنوب البلاد والتي تعرفها المناطق الجنوبية يعني وضعية جوية استثنائية. مشاهدينا يعني تابعتوا معنا الآن على المباشر فيما يخص يعني توضيح الوضعية الاستثنائية التي تعرفها جنوب البلاد، درجة حرارة جد قياسية راجعة في ظل استمرار تمر للضغط الجوي على منطقة الصحراء خاصة على وسط الصحراء خلال هذه الأيام، و نتوقع حسب مصالح الأرصاد الجوية وما أفاد رئيس مركز التنبؤات الآن وعلى المباشر أنها ستنتقل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى المناطق الشمالية لتتراوح إن شاء الله ما بين 40 إلى غاية 45 درجة مئوية تحت ظل يعني موجة حر استثنائية تعيشها أغلب المناطق الجزائرية، وهذا خلال الساعات القليلة المقبلة. الحيطة والحذر، الإكثار من شرب المياه، تفادي الخروج أوقات الذروة، وكذلك الخروج يكون إلا للضرورة. مشاهدينا بهذه التوقعات والوضعية الجوية الاستثنائية التي تعرفها المناطق الجنوبية السليطة ورقة أحوال الطقس، العودة الآن إلى طارق لاستكمال باقية الأخبار بعد الفاصل.